اسعد الله مساكم كل خير يا جماعه الخير، معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقه الثانيه من لعبه دراجون دوغما الجزء الثاني. ريتكم نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب وشكرا على دعمكم الجميل بالحلقه الاولى. شكرا يا اخوان والله من كل قلبي شكرا، اتمنى توصلون دعمكم الجميل. وخلونا نكمل بسم الله، خلونا نكمل يا اخوان، خلونا نكمل بس خلونا نوريكم المهمة اللي عندنا. المهمات عندنا يا جماعة الخير، هذه المهمات. تحدث القائد برانت في الحانة ليلا، زر نزل نجمة الصبح في الليل وقابل القائد برانت. فخلونا نروح يا جماعة الخير نقابله، اوكي خلونا نروح نقابله. عارفين رحت للبياعين يا جماعة الخير واشتريت عارفين كيف اشتريت الدرع الجميل ذا، عارف ما قويته صراحه ما كفته فلوس، اشتريت سيف جديد وقويته على المستوى الاول. والله ما جربت السيف الى الان بس نقول ان شاء الله انه رهيب. بالضرر كان اعلى من السيف الماضي بس كانه اثقل. بس كمان اشتريت خاتم يا جماعه الخير يخليني المخزون عندي يزيد بشكل طفيف، يقول لي بشكل طفيف يعني مو كثير. فايش يعني الوزن الثقيل دحين يعني ما انا تقريبا ما راح ياثر بشكل كبير. خلونا نكمل اخوان باللعبة الجميلة دي. والله جدا استمتعت بتصوير الحلقة الاولى قسما بالله، لعبة ممتعة ولعبة جدا كريمة والله من ناحية ذا، عارفين جدا كريمة من ناحية اذا تروح تدور صناديق يعني عارفين كيف دائما اللعبة تديك يا جماعة خير من العملات اللي اسمها الجي. الحين هذا هو القائد يا جماعة خير براند، خلونا نكلمه. Your Majesty, your timing is impeccable. I just thought to call for you. Tis not a matter for prying ears. Pray, let us speak out here. عجبني والله انه باللعبة دي كل من يحترمني عارف لما يكلموني كذا يقولوا لي ماستر عارف كيف يعني معبرين طولي كذا بجسمي ذا عارف كيف شيء جميل والله. As I informed you when last we spoke, the palace is filled with the Queen Regent's sycophants. Should Deesa denounce Your Majesty as a false arisen, few would elect to doubt her. Yet if we are to prove your identity, I believe there is no occasion more suitable than the coronation. It was delayed so that the sovereign, that is, the false arisen, could convalesce in the palace, but the date has now been set. The central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. None would be able to deny that you are the true arisen then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. اوكي عارفين عشان اثبت نفسي لازم انجز بعض المهام. خبرني عن ابادة الوحوش، خبرني عن الملك الوصية، خبرني عن القاضي. اعتقد كلها لازم اسالوا عنها. The citizenry have called upon my soldiers to cull monsters that plague the land. I dare say it would be a fine contribution were you to accomplish these tasks unaided. What say you? Might I ask for your cooperation in this matter? أكيد القبول خلونا نقبل المهمة. I thank you, your majesty. There are three locales that I've seen significant trouble of late. ثلاثة مواقع. The first is Trevo Mine, to the northwest. من جنب في الشمال الغربي. We've had reports of goblins swarming in great numbers. عفاريت واجهناهم الحلقة الماضية صراحة. يعني بداية الطريق اللي نشيلهم فيها ونرميهم يعني مرة شيء ممتع صراحة. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to call an infestation of Saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Vermont. يا اخوان خلونا ننطلق من المهمة دي. عليك التعامل مع تهديدات الوحوش والقضاء عليهم. الله الله. Cooperation is our strength. We face our task with an advantage. خلونا نطلع زي كذا. والله محدد لي كل شيء بالخريطة كفو والله. قضاء على الوحوش، تم تحديد المهمة، كدات أولويات القائيا.
عارفين اللعبة دي والله عجبتني للآن، عجبني النظام حق ال شو اسمهم، خلونا نقول الصامن، والله دائما ننسى اسمهم، زي ذا ذراع اليمين اللي معايا كذا يجون معاك ويساعدوك، شيء جميل قسما بالله، شيء جميل يا جماعة الخير. اللعبة كان منظرها بالليل جدا جميل، خليني بس بلاش اشعل الفانوس. ايوه لعبة مرة منظرها بالليل جميلة. الحلقة الماضية يا جماعة الخير وقعنا عارفين مع السامن ذا، هذا رهيب صراحة، وقعنا مع ذي وجت صدفة والله، خلوني اوريكم كيف جت صدفة. يجيني واحد يقول لي كيف جت صدفة عبد العزيز، انا اقول لكم يا جماعة الخير باللعبة دي في اربع كلاسات، عارفين اربع حرف عندك، في عندك المقاتل وفي عندك الساحر وفي عندك اللص وفي عندك الرامي، وسبحان الله كل واحد فيهم جاء شكل، يعني ما في اي واحد مكرر. شايفين اخر واحد على اليمين هذا يعتبر لص، وهذا الرامي بالاسهم، ودراع اليمين على فكره كيف خلته ساحر، وانا المقاتل عزوز على فكره. وعجبني شوفوا كيف لا داعي لازعاج نفسك، صار التخط انا، شيء جميل شيء جميل عارفين، شيء جدا جميل قسما بالله، هم من نفسهم كذا يروحوا ياخذون الاشياء عنك. عندكم شيء هنا؟ حلو حلو سمحت انا بس الصندوق اللي عندكم دوا، بس بشوف جوته بس. حلو حلو عارفين، ريحت كمان بالنزل، رحت النزل وارتحت فيه، رحت النزل وارتحت فيه هذا الحمد لله. عارفين احنا الحاله ما في اي سلبيات، شايفين الحاله هنا ما في اي ما في اي سلبيات يا جماعه الخير. راح احنا ايش ابغى اسوي يا اخوان، انا ايش ابغى اسوي، انا ابغى اجي عند الخريطه اشوف فين الطريق. قال لي بالبدايه روح للشمال الغربي، اعتقد هنا تبغى تروح يا عبد العزيز. ها يا اخوان من هنا ما في طريق، تبغى تروح مع الطريق الاساسي من هنا، تبغى تاخذ يسار سيده، تبغى تاخذ اول لفه يمين، بدنا نحط علامه. ها يا جماعه الخير بطع علامه، ايوه في ار 3 يس، لما تشوف العلامة دي خذ اللفة دي، كيف اخذ اللفة دي؟ والله يا جماعة اخر اللعبة هذه الى الان جدا مستمتع فيها، عارفين لسه بالبداية ويا لطيف، يعني اللعبة الحلقة الماضية سمحت لي اني اكون يعني جدا قوي وانا بالبداية، عارفين يعني بالبداية اللعبة قلت خذ عندك يلا سير قوي، يعني فتحت تعويذات رهيبة مرة. شوف عندكم زي ذي الحين اوريكم، شايفين كيف هذا تخلي سيفي ناري، هذه جبتها جماعة اخر الحلقة الماضية، لطيفة اشبح ذي قوية والله، مهارة ذي جبتها الحلقة الماضية، خليني اوريكم زي كذا تخلينا اطير، عشان الحلقة الماضية كنت اواجه اللي يطيره، كنت اواجه اللي يطيره يا جماعة الخير، في الكائنات هذيك اللي تطير ما كنت قادر اوصل لها، بس دحين مع هلا بلا اشوف المهارة دي كمان، مع المهارة دي تخليني اطير خلاص. وين خش فيه؟ اقسم بالله شوفوا ذا اللي جبناه الجديد، شوفوا كم متحمس، يعني عجبني صراحه الحماس اللي فيه، اعتقد راح اجدد معاه على فكره كيف، يعني انا خليته الحلقه الماضيه انضم معانا للفريق، اعتقد راح اخليه يكمل معانا على فكره، شايفه مره شاد حيله البطل، اقسم بالله كيف توصل فيه، مره شيء جميل والله، عجبني اللعبه على طول، اي 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 شيء اي وحش تقتله يا جماعه الخير، اي شبح تقضي عليه لعبه تقول لك خذ عندك اكس بي، خذ عندك اكس بي. شيء جميل والله، الحين خلونا نكمل من هنا. قتال قسما بالله يا اخوان، القتال باللعبه دي من اجمل ما رايت، اي والله جدا ممتع والله، جدا جدا ممتع، متقن والله متقن صراحة القتال باللعبة دي، ارتفع في مستوى الحرفة، الحين وصلنا المقاتل المستوى الثالث، شيء جميل والله. ولا شو الشيء ذا نهجم عليه، حلو حلو عشان ناخذ جلد، اي والله ناخذ اكس بي، ناخذ لحم ونطبخه، والله الحلقة الماضية سويت لكم طبخة كانت رهيبة، عارفين كيف لحم كذا، عارفين كيف يا جماعة الخير طبخناه وكلنا،
طبخناه وأكلناه يا جماعة الخير اللحم. قوة عندي القوة والتحمل والدفاع مرة شيء جميل قسما بالله. والله على بالي كان تهجم عليك على كان على بالي الفرطة يهجم عليك. شايفين ما يهجم أو جاموسة دي. أيوة يعني قلت في لفة يمين من هنا بأخذها. اللعبة دي والله جدا سهل الضيع فيها. طيب يهجم عليها دولي ولا ايه؟ هم دائما لما يشوفوك شايل السيف كذا عارفين كيف يعني يتضايقوا يحاولوا كذا يعني انه قريبين يهجموا عليك. بس ما اعتقد يهجموا عليك. قول قول والله فجعني. يلا طقت وفجيت انت. اول مره اشوف هالاشياء دي. اللعبه الحلقه الماضيه كانت تقول لي والله طيب شوفوا كيف يخاف من النهار. يخرب بيتك اللي سويت فيني. اللعبه الحلقه الماضيه يا جماعه الخير كانت تقول لي تعرف ذا انه في وحوش تطلع فقط في الليل. خشوا فيه بس يمكن يخاف من النار. رهيب الدرع الجديد. يا سلام حرقناهم. طيب الاشياء دي ها تفجع والله. سكاب والله توصلنا فيهم كلهم. الذراع اليمين وصل بمستوى السحر الحرف حق السحر الكلاس حق السحر وصل يا اخوان للمستوى الثالث. كفو والله الحين هذه اللفه اللي قلت بروح من عندها. بس خلينا نشوف. يقول انه هنا يمكن العثور على كثير من المكونات المفيده. فوق هنا قصدك فوق؟ والله فوق ما فينا اطلع صراحه. لعبة دي زي ما اقول لكم والله جدا سهل الضيع فيها. جدا جدا سهل. لعبة ممتعة قسما بالله من جد. لما يقول لك لعب عالم مفتوح يعني يعني يا جماعة آخر لما لعبت لعبة رايز اوف ثرونين برضو كمان كانت لعبة عالم مفتوح بس العالم ما كان فيه أسرار كبيرة عارفين. بس اللعبة دي شايفين كيف فيما تمشي تشوف أشياء جديدة. شيء جميل قسما بالله والله جدا مستمتع فيه. دحين 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 ناخذ يمين ولا ناخذ يسار يا جماعة آخر؟ والله هذه ما عجبتني. هذه من هنا كم عجبتني. فانا اشوف ان ناخذ يمين. بس يمين من هنا ولا كلها تؤدي لنفس الطريق. ناخذ يمين وبعدها تبغى تاخذ سيدة عبد العزيز يمين عارفين. تبغى تاخذ سيدة من هنا ان شاء الله ما غلط. ان شاء الله بعد اتوقع راح غلط. هذا كان الطريق اللي كنت اقول لكم يمين ولا يسار. نبغى ناخذ يمين. ايوه مرة شيء جميل والله انه معي كثيرين زي كذا. شيء جميل. هذه مين دي؟ هذه إلي ولا تيجي ببلاش؟ ابغى اجيبها ابغى اجيبها يا جماعة الخير. هذه شو تسوي؟ لا والله بحط الغاء ما ادري عشان عارفين هو تقريبا باقي له مقعد واحد ما اقدر اجيب بعده على ما اعتقد. فبوفرها الواحد جدا صاط عارفين كيف. هذه والله ما احسها جدا قوية. بعدين كلاس حقها مقاتل يعني ما يصير كذا يعني المقاتل الوحيدة المفروض انا يعني لما حد يقلدني على فكرة. ان شاء الله قدام نجيب واحد افضل. سمى بالله كاف والله جدا عجبني القوة اللي احنا فيها. الله عجبني حماسك. كمل على الحماس ده والله عجبني جدا. اقول لك كما جاء من الجوبلين ذولي كملت والله. اللعبة ذي ما شاء الله اخذت تقييمات جدا عالية يا جماعة الخير. اعتقد اعلى تقييمات كانت نسخة البي سي على ما اعتقد. على موقع ميتاكريتيك اعلى تقييمات اعتقد كانت نسخة البي سي. لا حلو عبد العزيز مستوى 10 كفو والله. نكمل اخوان من هنا. انا قلت والله كنت ضيعت الطريق ها. واضح اللعبة اصلا تبغاك تضيع صدقوني من اللي شايفه. لانه يعني اللعبة تبغاك تضيع.
ثواني الخريطة. أيوة قلنا نبغى نروح من هنا. تبغى تأخذ أول لفة يسار. لأنه هنا في زي القرية كذا مسجمش فيها. لحتى تكمل سيدة بعد أخذ يسار. Faces have grown mightily familiar. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together for as long as we can. هنا نبغى نروح. صح شايفين هنا القرية. قرية خربة. اوكي عندنا زومبيز هنا. عاد كابكون معلمين بالزومبيز على فكرة، يعني لعبتهم كذا لما يسوون لك الزومبيز وكذا على عشان ريزن ديفل وكذا. مهارات دي لسه اللي قاعد تقول عزيز، مهارات النار والقفز اللي ما فين جبت هذه يا جماعة الخير، جبتها على منتصف الحلقة الماضية، الحلقة الأولى على المنتصف كي جبت المهارات هذه كلها. حلو ذراع اليمين صار مستوى 10 كمان. كافو والله. خلينا نشوف هنا ايش عندهم، ايش عندكم هنا؟ اكيد عندكم صندوق هنا ولا هنا. حلو جرعة الشفاء خذها، ليه ما خذها جرعة العافية. ايوه السمم بالله كافو، والله ما شفته، والله ما شفته، بس البطلة دي راحت وخذته كافو والله. لا 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الصندوق كان فيه جرعة الإحياء أظن، يعني إذا واحد مات بدك تخليه يرجع من جديد. أبي حجر عين النمر، والله ما أدري إيش يسوي، بس أعتقد يقوي الأسلحة أعتقد. والله السيف اللي دحين جايبه يعني مو سيء، رهيب والله. إلى الآن ترى ماني متأكد إذا بكمل بالكلاس ذا ولا بغيره. فتح الأبواب المغلقة، ثمة أبواب يمكنك التفاعل معها لكن لا يمكنك فتحها بالمفاتيح أو بالآليات، في الغالب تكون هذه مسألة توقيت. إذا تستكشف أن تلك الأبواب تفتح في وقت معين من اليوم أو بمجرد بلوغك مرحلة معينة في مغامرتك، تذكر أبواب التي تثير فضولك ولا تتمكن من فتحها وعد إليها لاحقا. هل حط عليها علامة يا إخوان إنه هذا باب ما قدرت تجيبه، ما قدرت افتحه؟ معقولة الشيء اللي هنا الثمين لذي الدرجة؟ والله شايف صندوق هنا، دوبنا اخذين واحد زيه. حلو قاعد تجيب لي كل شيء قسما بالله. من جد كذا احس نفسي، من جد احس نفسي المدير يا جماعة الخير، اكون صريح معاكم. يعني هم يروحوا يجيبوا لي اشياء وانا بس عارفين امشي ولا فلف كذا. الترس ذا اشتريته، وشوف دحين اللعبة ادتني اياه للظاهر، اذا ادتني ما اشتريته وفرت فلوسي. هذي مين ذي؟ لا والله قفلنا خلاص، قفلنا على فكرة. هو ما قفلنا بس يعني على فكرة اضحك عليها، عارفين نبغى نجيب، نفسي اجيب لص ثاني. والله نفسي اجيب واحد كلاس بلص ثاني عشان ذا عجبني، هذا الكلاس حقه لص هذا يا جماعة الخير. نفسي اجيب واحد ثاني لص، احسه شيء جميل. الحين يا اخوان بالله وعليش اتمنى تستحملوني، خلينا نحط الخريطة. انا ما فهمت، قلت ابغى اروح، انت تبغى ترجع، تبغى تروح من هنا، من هنا تبغى تروح. يس نقلها، ايوه هي تبغى تروح هنا. خلونا نروح هنا يا اخواني، ومن هنا، من هنا قصدي انا. يس ايوه قصدك من هنا. وشكرا والله، شكرا اخوان على دعمكم بالحلقه الاولى، الله يسعدكم والله، شكرا كل قلبي، شكرا على الدعم الجميل وعلى التعليقات الجميله والله شكرا. دعمكم والله يعني الكثير يا جماعه الخير. انا داري والله كثيرين باليوتيوب قاعد يلعبوا اللعبه دي، واخترتوا تشوفوها عند واحد ثلثار، قسما بالله يا اخوان الشيء ذا يسعدني ويعني لي الكثير، فشكرا من كل قلبي والله شكرا. اوكي خلنا نخش في هذي. ايش قاعد يصير فيني؟ هذا ايش قاعد تسوي فيني ذي؟ ربيت ايش سوت دي؟ شوف كيف تعبت يا لطيف، التحمل قاعد ترجع على مهله. اوكي
حلو حلو، اتصلوا فيهم الصورة القابلة للتدمير. لا خلينا نشوف بسرعة. تنهار الجسور المصنعة من الحبال إذا حطمت الأوتاد. أوكي أوكي كذا النظام. والله معليش إذا كل شوي قاعد أضغط كذا ستارت وأقرأ اللعبة إيش تقول لي. عشان والله يا جماعة آخر من خبرة المتواضعة بالألعاب، هو كل لعبة لازم توقف وتقرأ وتعرف النظام، عارفين؟ كل لعبة لازم تعرف فيها النظام، عارفين؟ يعني هو كل لعبة لها نظام. ها يا جماعة الخير، يعني شايفين أنا ما شاء الله قديش مختم العاب، قسما بالله مو أنا المعلم، بس إيش هو بس أفهم النظام. كل لعبة هي كل لعبة لها نظام، وأنت كل عليك فقط أفهم النظام، عرف النظام إيش هو، عرفك؟ لحق كان يقول لي بدك تحطم الجسر. لا بس ما أبغى أحطم، عارفين؟ في الاخوان صرت ثقيل شويه، الله يهدينا. انا تحمست كله. ايش عندنا هنا؟ تمين كيف هذا اللي دوبنا قتلناه، عارفين؟ التمساح المسلح يا جماعه الخير، خلينا نسميه التمساح المسلح. والله نفس الشيء، وارمي الحلقه الماضيه كنت اشيل الوحوش وارميها. تبيت كيف جيت؟ كيف والله دخش فيه؟ سلام خش فيه. الحلقة الماضية والله كنت اشيل ال انهي كافنا هنا. خلي بس يوعج نفسي. الحلقة الماضية زي ما اقول لكم كنت كذا اشيل الوحوش ارميها، قسم بالله كان شيء جميل. قولوا بسم الله. وقف هنا شوية. حلو حلو، عندنا واحد هنا كمان. خذ الاخير كافنا. هو هذول مدري مين، هذول تبع القائد برنات. Nary a scratch on the wares to show for it. هذه المهمة اللي كلفك فيها. اوكي اوكي. هذه المهمة اللي كلفنا فيها، صح صح نسيت معلش. هو مو قال لك لازم تروح أكثر من مكان. تقضي على الوحوش. كذا سوينا أول شيء. تمين يا ولدي. عجبني صراحة. خلينا نشوف يا جماعة الخير. ادري أكلمه. Are you certain you're happy to have me along? Oh, سكرك مقاتل. كلهم قاعدين مقاتلين. عجبني والله. ها الرمح اللي معه رهيب، مستوى 12. هو عارفين هو يعتبر اعتقد والله ما ادري ايش الكلاس حقه. باسل هذا ايه؟ هذا اسمه ولا والله ما ادري قسما بالله. خل نجيبه يا جماعة الخير. خلينا نجيبه. كم 68؟ ايوه خلينا نجيبه. مش معتكم امتلى؟ نبغى نبدل. والله اللي معايا كلهم رهيبين، بس احس ذاك كمان رهيب. يا جماعة خلينا نبدل. يس خلينا نبدل. انا اشوف يا جماعه تخرب انه نشيل ذي، مع انه والله مره ابدا ما كانت مقصره، بس منها النوع، عارفين؟ يس ايه هذه لازم اديها. ايه حدد القرض الذي تود منحك هديه. طب ابغى ادي هديه، انا ما ابغى ادي هديه، لازم ادي هديه. لا والله اديتها يا جماعه الخير، خديها كذا. I dare say I've accomplished a few feats to be proud of at least. I hope I can count on you in a scrape. أوسمة البيادق. حياك حياك بطل. عارفين والله عشان إنها نوع وكذا، عارفين كيف؟ We've more places to go, yes. Then let us be off.
اعتقد انه ساحر والله ماني متاكد بس شايف عصايته كذا اعتقد انه ساحر متى من عنده اني اعرف الطريق انت خلونا نتبع نشوف بيودينا على فين والله يا لطيف هذا السوى ذا انت تمزح انت انت تمزح انت هذا اللي قاعد تسوي حقه الجليد دي سمع بالله شيء جميل انا طب السنة جاي ضرب كبير مدري من مين هكذا قضنا عليهم كلهم كفك الاخير هنا والله مرة شيء جميل سوى حركة رهيبة الولد ذا فاسل والله مدري ذا لاعب ثاني ولا لا والله ما ادري والله نفسي اجرب الله البلد حق السحر في مدك تبدل والله ما ادري اشوف بعدين على فكره انا والله لسه خبرتي باللعبه دي يعني مي مره اعرف يعني لسه والله دوب يعني مالي الا كم ساعه فقط باللعبه دي عارف عشان كذا كمان اخترت المقاتل عشان اسهل واحد تقريبا انك تعرف لو كذا على فكره بس بلاها شوف ايش في كانه في شيء مهم هنا Did anyone else see that? Orc catches the light. Let us ponder how best to proceed. شفت كيف قاعد يساعدونا من التحمل حقي. والله بس اطلع هنا اشوف ايش فيه. هاي اخوان. اطلع هنا اشوف ايش فيه. مين اللي شاها؟ اوكي اوكي. اوه خلوا يساعدوا ذا. والله ما ادري يا اخوان شايف في مهمة فوق هنا. والله اعتقد انا عشان الحموله اللي معي ثقيله عشان كذا والله ذا عنده تعويذ حق الجليد قسما بالله الانيميشن حقه رهيب كزي العاصفه تيجي جدا جميل خليني بس اطلع هنا اشوف ايش فيه والله ما ادري ايش فيه هنا خليني اطلع يا جماعه خليني اشوف ايش فيه يا سلام بدك كذا جننوني الحلقه الماضيه ذولي والله ما ادري قد جننوني انت مثل شفنا زي الحلقه الماضيه هل هذا لازم يا جماعة تخرب فعلها؟ والله والله كفو صدوء هذه حقت حجار الصدع لازم افعلها اي والله لما تفعلها هذاك يدك 30 من النقاط ذي هذه قدان البيدق الرئيسي اذا دخل بيدقك الرئيسي في حالة التوالي فقدته فما عليك سوى لمس حجر صدع لاستعادته يمكنك التعاقد مع بيادق آخرين عندما يكون بيادقك الرئيس مفقود والله مهم بس اللعبة قلت إذا مسكت زي كذا خلاص يرجع أوكي أوكي دحين خلنا نكمل وراء ذا قسما بالله جدا جدا عاجبني يا جماعة خير الذكاء هذا قاعد يهجم علينا أنت قاعد تهجم عليه يو والله خرب بيتك والله كنت بسألكم أبا أقول لكم هل باللعبة دي تواجه البشر والله شوف هذا يعتبر واحد من البشر وهجم علينا الحين ما في الطريق يا أخوان مو من هنا يو من هنا صح صح فعجبني والله عجبني الذكاء اللي هم فيه صراحة بس هذا ما أدري قاعد يودينا مع الطريق الصحيح ولا لا يو والله والله كأنه قاعد يودينا مع الطريق الصحيح شايفين واضح شايفين الطريق ده راح تصل والله هذي ده شفتك انت يا ساتر شل الاستامنة كلها سمك بالله كفو اللي سواه هذي يعطي العافية ويساعده يا جماعة الخير ده والله مطول انا هنا استغفر الله يا لطيف والله عداه هنا جدا قوية سكافو كم معي من جرعة الحياة هاي العمدة يساعده دحين مرة صحته والله يعني عارفين بكم ضربة ويموت هذه مشكلة الساحر
ولا انت من قاعد تسوي فيك كذا؟ هذا مو معانا قاعد تسويها. والله ما ادري يا اخوان كيف جات فيه. تخبر انت قاعد تسوي نظرة حتى احنا. شفتوا كيف دوب التعويذة حق الدجاج تبدأ ها؟ اعتقد مو معقول الجوبلين يا جماعة، مو معقول الوحش هذاك هو اللي سوى التعويذة حق الجريد. خلونا ايوه خلونا شوية كيف نتدفى هنا. Right, just follow me. والله شوف ذاك كمان، يا الله الطيب شوف قديش حجمه. والله ما ادري ابغى اروح اواجهه ولا لا. مرة والله الصحة حقت نقصت بشكل كبير. عارفين؟ والله ما ادري اسوي دمج. يا اخوان خلوني بس بالله اجي، خلوني اجي عند الاغراض. سوي الدمج يا جماعة الخير. عدت وتجي تسوي الله الله حلو حلو. سبب بالله شيء جميل. لك تسوي ستة يا بطل اذا تبغاه. يس. بس الصحة، واحد يقول عبد العزيز ليش ما اكتملت الزيادة؟ هذه يا جماعة الخير يعني لازم ترتاح، لازم تروح تنام. لازم تروح ترتاح. والله ذاك الكبير ما ابغى يجي لو جاء مصيبة. انا عشان اللي ابغاه دحين ابغى اوصل. A new destination calls to you. وصل للمكان اللي لعب كله يروح له. خلينا نشوف انا قربت. يا جماعة الخير يخرب بيتك شوف فين ودانا. شوف فين ودانا المجرم ذا. شو بسوي انا دحين؟ هذا فين وداني ذا؟ انا فيني انا؟ سبحان بالله ما ادري فيني. يا اخوان انت هنا. اوكي والمكان اللي ابغاه والله لسه بعيد. انا ما فين جيت اصلا لما جيت. خلوني بس بالله بالله ثواني يا اخوان اتمنى تستحملوني. انا فيني انا؟ انت هنا. انت هنا. ايوه روح هنا. نسيبك من الخبل ذا. نروح من هنا يا جماعة الخير. والله بس مرة حالتي صعبة والله احتاج اسوي مخيم. حلو حلو الحمد لله هناك مدان يخيم. ونروح اخيم. لعبة جميلة والله مرة عجبني نظامها صراحة. نظام الصحة ذا وصفت الحلقة الماضية نظام الصحة باللعبة ذي. زي لعبة ديمون سول يا جماعة الخير. إذا مت أو إذا جاك لك ضرر كبير الصحة حقتك عارفين تنقص. نصب مخيمي وعندي اثنين. نعم. Our master cuts a gallant figure in the throes of. حلو حلو خلاص يسوي طبخة. والطبخ باللعبة ذي رهيب. عارفين اللحم لازم بسرعة. شايفين هذه قريب تنتهي مدتها فخلوني بسرعة طبخها. جدا جميل عارفين كيف الجرافكس حق الطبخ. شبك يعني مسوي طبخة حقيقية. شركة كابكون يعني جاء يوم قال أقول لك خلينا نطلع طالعة كذا ونطبخ. عارفين كيف ومنها نصور للعبة دراجون ديجما. I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Agreed. We ought to give ourselves a chance to recover ere we continue on our journey. الحين اخوان خلونا استرح الى الصباح. الى الصباح يا جماعة الخير. والله من الاشياء اللي اكتشفتها كمان انه باللعب انا ليش ثقيل؟ ليش رجع ثقيل انا يا جماعة الخير؟ والله لازم اشوف لي حل ثقيل انا. الله يهدينا انا مشكلة يعني جدا متحمس اي شيء اشوفه على طول اخذه. والله ثقيل يعني ممكن مو شيء مرة سلبي. ان شاء الله المرة الجاية صدق راح انتبه. فيها متحمس قاعد اخذ كل شيء، شوف كيف اتعب بسرعة ما في لياقة.
Perhaps this will seem of little consequence, but my bitter failure weighs on me still. الحين اخوان بما اني عارفين سويت لي طبخه خليني بس اوريكم. تيجي يا اخوان عند الحاله شوف الحاله كيف تعزيز القوه الهجوميه الدفاعيه تعزيز التحمل تعزيز التعافي شيء جميل قسما بالله. يس ويل دو اي نو ذا بين يوم اللي شركت شفته باللعبه ذي انه لما تروح المهمات نظام الله الله شوف كيف الشمس كذا قاعد تشرق شيء جميل قسما بالله. رهيب يعني يا جماعة تخرج سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين شيء يعني كيف تسوي كذا يعني أنا بفهم كيف تخلي الظل يجي كذا وتخلي الشجر تحرك يعني سبحان الله لو تيجي الواحد قبل تقريبا 40 سنة تقول في شيء كذا يقول لك عم يوخر عني مستحيل يعني شوف سبحان الله. الحين الرد على اقتراحات البيت أخبك كلمة اذهب باستخدام الأمر اذهب بعد أن يقدم البيت اقتراحا فورا سيدفع ذلك لمتابعة فكرته. والله هم قاعد يثرثروا أنا مني معاهم صراحة كنت صراح معاكم والمفروض انتبه لهم. الله ما أدري خليكم معايا بس قلت لهم خليكم معايا. والله كفو عجبني التيم إلى الآن جميل بس هذا والخبل المرة سوى تعويذة نكبنا عارفين جات فذاء. والله أنا قلت عشان أنوع وكذا عارفين كيف الحين. والله كفو قربنا من المكان اللي نبغاه. عارفين المهمات نظامها عارفين يعني منتظرتك سفرة يعني اللعبة هي مفصلة كذا انك تروح من مكان الى مكان وتشوف ايش منتظرك من مغامرة عارفين كيف شيء جميل والله والله مرة شيء جميل. هذا من فين جيت؟ ما سويت شيء شو انا ما سويت شيء قلت له والله شكرا صراحة شيء جميل. التعويذة دي لما جبتها صراحة ما كنت متوقع انها قوية قد كذا. لازم تتحرك اذا ما تحركت يخليك تنام الطائر ذا. تعال بطل اولو بدنا نرمي عليها شبكة الطائر ذا خلاني نام يا جماعة الخير. والله لو واحد يقول يا عبد العزيز طب انتم كلكم يعني اربع مقاتلين يعني جدا اخويا يعني كذا تخلون اللعبه سهله. هي يا جماعه الخير هذا نظام لعبه دراجون دوغما زي كذا. يعني نظام لعبه دراجون دوغما زي كذا نظام البياض اذا تجيبهم معاك ادخل هنا اي والله تقدر ندخل نشوف ايش فيه. هاي يا جماعه الخير هو كذا نظام اللعبه ذي. السلام عليكم نزلنا حط طالعين نظام اللعبة دي زي كذا يا جماعة الخير يعني بيادق معاك ويساعدوك وكذا مرة شيء جميل والله ما اشوفه شيء اوفر باور ما اشوفه شيء قويك بزيادة يعني بالعكس شيء يعني يخلي اللعبة اجمل واجمل. خلوك كمل على فوق على شيء نشوف ايش فيه. خلونا نشوف يا جماعة الخير هنا ايش فيه. انا قاعد اقول عارفين كنت اقول لكم خلاص تعلمت ما راح اخذ اي شيء شوف ايش قاعد اسوي. ايوه خذ اللي هنا انا عندي بكمل على فوق حبوب فاكهة الحيوية. أوه قلت ايش قاعد اطلع انا والله بما اني وصلت لين هنا خلوني اكمل. عارفين اخوان بما اني وصلت لين هنا خلوني اكمل شوف ايش فيه هنا. اوه تشوف المنظر الجميل ذا والله يا زينو من منظر. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. كيف كيف؟ Let's see. What can we do without? والله ما أدري. خلونا أسوي كذا. أوافقهم الفكرة ممكن. ما أدري يبغون يقولوا إذا عندك شيء تبغى تخلص منه الآن. في شيء أبغى أتخلص منه أنا. والله بما أنهم يعني فتحوا الموضوع ذا خلينا نشوف الأغراض. والله ما أدري يا جماعة أخر هذا بناكله بعدين. عارفين؟ يمكن استخدامه لتعزيز العتاد. الله الله. يبغى ياكله بس طلع لا. شوفوا ايش هذا قرن عفريت. لا ما ابغى اسوي كذا. خلونا يا جماعة الخير تخلص منه
تخلص منه. والله شو اسوي عشان يكون خفيف؟ تخلص منه. ايوه كلها الأربعة. السهام دي لما اعرف كيف استخدمها ارفيك في ذيك الساعة يعني استخدمها. الحين والله ما ادري كيف تستخدمها اكون صريح معاكم. ايوه ان شاء الله خلاص حكيت تمام. Could you come over here? دحين اخوان خلاص خلونا نكمل مهمتنا. في بس حبيت هنا استكشف كذا وشوف ايش فيه. يعني جزء كبير من تجربة اللعبة انك تروح وتستكشف. عارفين اخوان يعني اللعبة ما تجبرك انك تمشي بطريقة خطية كذا انه عارفين يعني مداك تروح تستكشف زي ما تبغى. فبعض الاحيان والله احب كذا اروح عارفين كيف استكشف. Shall we see if we can't make our way over to it? حلو حلو. هذا الصناديق اللي تبغى تاخذها دائما. وفي واحد راح واخذه. قسما بالله كفو. شلت وحش جاف. في احد اخذه. لا والله ما حد اخذه. هذا اخذته. مين اللي جابوا لي هذا؟ والله ما ادري. خلينا نشوف يا جماعة اخر هذا كيف اوصل له. من هنا. معقولة تطير من هنا لهنا؟ There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. روح بدك كيف توصل له؟ من يوم ما تقدر تتسلق. ما تقدر تطير باللعبة دي. عارف ايش جبالي زي المظلة اللي بلعبة رايز اوف ثروني. والله ما ادري يا اخوان كيف توصل له. انا كنت تطلق عليه بالسهم ذا. والله ما ادري. في صندوق بسيط يعني لا راح ولا جاء. ان شاء الله قدام راح نشوف صناديق اكثر. الحين خلونا نخش فيهم ذولي. Try not to get hit. Let's do that thing and go to waste. في واحد فيهم معاه خطاف ما ادري مين. في وذا اللص معاه خطاف والله مره رهيب. عارفين لما رحت البياع شفت عنده بضاعة اللص يا جماعة خير وبضاعة الساحر. عنده الصالوجان حق الساحر وعنده بس ايش اللعبة كانت تقول لي ما تقدر تستخدمها. ما ادري كيف استخدمها. هل استخدمها لما احول من حرفة الى حرفة من كلاس الى كلاس زي كذا؟ اعتقد زي كذا ايوه. عشان ما اعتقد يعني انت من نفسك مذاك تجيب طاقات الكلاسات كلها يصير مذاك تستخدمها كلها مع بعض. ما اعتقد مذاك كذا. اذا تبغى تستخدم كلاس لازم تمسكه من البداية الى النهاية تقعد تقوي فيه وتقوي فيه وتقوي فيه زي كذا. عارف كيف اعتقد زي كذا النظام والله ماني متأكد. الحين في صندوق هنا اخذته. ايوه هذا الصندوق اخذته. ادري ليه اللعبه جابت علامه الصندوق. هو العاده لما تاخذ الصندوق خلاص يقولوا لك اخذته. عارف يعني يروح من الخريطه. شفت من التمسيح ذيك المسلحه؟ ايوه هناك. عارفين يعني مو لازم نواجهها. والله اذا واجهت اللعبه تكافئك بالاكس بي نقاط الاكس بي. مستنيرين المزيفين هؤلاء المحتالون يتكاثرون كالجراد هذه الايام. اوكي 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 والله كفو قالوا لي والله ما كنت ادري. This might be worth a read. It couldn't hurt to take a peek. اوكي نزلوا لي اياه. وانا اقدر اطلع له والله شايفه فوق بزياده. لازم كنت تتحرك كثير لازم ما تثبت اذا ما تبغى هذا يجي فيك تاثير ذا. فين ذا فاير؟ سلام. حلو حلو دحين خلونا نكمل. ليه بس معلش خلينا نشوف الخريطه. انا ماشي صح؟ يس ايوه ماشي صح. كيف تسوي زوم؟ ايوه كذا. نبغى يا جماعة خير نمشي سيدا. تبغى هنا أول ما تشوف العلامة دي. أهي معلش على بالي والله متعود على رايز اوف ثروني. علامة تسويها كا. أيوة أول ما تشوف العلامة دي تبغى تاخذها يسار. أيوة مشين تمام مشين تمام يا جماعة خير. نبغى نمشي سيدا بعدين أول ما تشوف العلامة اللي حطيتها أخذ يسار. عارفين عشان لا اخبط.
هذا ايش عندكم هنا؟ خلوا ادخل لهم. ولا انت تعب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ولا في واحد ناداهم فاكرين زي بلدرينج، واحد ناداهم انهم تجمعوا. السلام بالله، الحمد لله يا جماعة تأخر اني وقعت معه، والله يا رهيب. عندهم صندوق هنا، عندهم صندوق هنا. حلو حلو، أخذنا لحم في بعد الصخور. حجر يا شوب، ترى شو يسوي الحجر ذا؟ إيه واضح إنه عارفين إيش يتهلك السلاح بالنار، عارفين أعتقد، والله ماني متأكد. دول سامع أصواتهم. قولوا شوف شيلين ذا، أبغى ساعده. ها أبغى ساعده يا جماعة الخير. إيه والله خلوا ساعده، ما تدروا ممكن يكافئوني. عارفين بالذات لو قتلتهم كمان نقاط إكسبي، في نقاط الاكسبي اللي قاعد اخذها، ونقاط الثانيه ذيك حقت لما وقع مع سامن وكذا. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. حلو حلو. والله تعودة الجليد حقته رهيبة والله. عارفين اخوان هذا سيف جديد اشتريته من عند البياع، بس شايفه بالضربات بالضبط زي السيف اللي كان معايا الحلقة الماضية. عارفين فاعتقد السيوف ثابتة. تبغى تغير المهارات تغيرها من فعل، تغيرها يا جماعة تأخر من البياع هذاك حق المهارات. في بياع اسمه بياع المهارات، هو اللي جبت من عنده المهارات دي اللي قاعد تسويها الحلقة الماضية. فأعتقد إذا تبغى مهارات جديدة مو تشتري سيف جديد، لا تجيب مهارات، تشتري مهارات جديدة وتحط عليه سيف تبغى. أتوقع زي كذا النظام. قول لهم التمساح ولا الجوبلين يخشوا ببعض. اوكي كفو والله، ما كنت تدري والله. سلام والله قاعدين نجلد جلد، كفو والله. يا جماعة تخرب التمساح المسلح ذا، هذيه ربيت والله ما شفته الا على خير. خلوه سلام كان هنا حبيب في لفة يسار، قلت ابغى اخذها. ومن فوق ما عنده جسر، كيف اطلع الجسر ذا؟ يبغى لك شيء توصل والله عشان الحمل الثقيل اللي شايله انا. من هنا نبغى نروح؟ انا قلت من هنا، يا قلت من هنا. خلونا نقول لهم ايش الي، تعالوا الي. هذا والله نفسي اشوف هنا ايش فيه، ممكن في صندوق رهيب هنا. لا بس خلينا نشوف ايش فيه. اوكي بدك تطلع من هنا ذكي. فينهم دولي؟ اوه لو هنا والله. دول الحلقة الماضية يا جماعة الخير الجوبلين هذولي. الحلقة الماضية كذا رشوا علي الزيت ورموا علي قنابل، قسما بالله سووا ضرر كبير. فخطرين عارفين، الواحد لازم ينتبه. استغفر الله، المقاتل عزوز ارتفع المستوى. واحد نبغى نساعده، والله ما دخلني يمشي بس الرجال. والله ما ابغى اطول اسوي اشياء جانبيه، شوفها كثيره ما شاء الله وما تنتهي.
نمس بلا هدي شوية ويبغى لمشي كذا. إن شاء الله أول ما أشوف كذا خاتم يزود الحمل بشكل كبير على طول راح أشتري وأنا مغمض. شايف عشان الحمل جدا مهم اللعبة دي. هذا هذول لازم أهجم عليهم. الباب ذاك ترى كسره. أوكي كسرت الباب. محمد إيش قاعد يصير قسما بالله؟ كيف أفتح البوابة ذي؟ أفتح الباب لو فيك خير. والله مدري ليه ما أقدر أوصل لهم كذا. يا رجال تركبت ترى بالتعويضة حقتك ذي قاعد تسوي ضرر للرجال. والله دولي مدري كيف أجيهم يا جماعة الخير. والله كيف أتوصل فيهم. والله مدري كيف يا جماعة أدخل هنا عشان ما أقدر أسوي لهم ضرر من وراء البوابة. أمام بالله شيء مرة مجنون بس هذا تعويذته يا لطيف. والله يا جدا قوية حتى هو جاله ضرر اللي سواها. ممكن لو قتلته بتفتح البوابة. والله ما أدري ممكن ما أدري شيء غريب. هو الطريق من هنا أصلا ليه بس خلينا نشوف. هو الطريق من هنا خريطة. لا مو من هنا عبد العزيز. تبغى تاخذ يسار. اجل سبوهم سبوهم ارجع نجيهم بعدين ذول الخوافير. والله نفسه وصل لهم. والله كانه تيجي من هنا. كذا. والله ما اعتقد كذا. شكل عقلي تيجي كذا. ومن هنا ممكن. هل كذا الحل؟ والله لا مو كذا. والله عليه قفزة جدا ضعيفة. والله نفسي اشوف ايش عندهم. اي والله خلاص خلاص خلنا نسيبهم يجيهم بعدين. الحقوني الحقوني. هذا لحقنا وفك الباب. خلنا نروح اخش فيهم. كبر غلط سويتوا انكم فتحتوا الباب. كيف طلعوا ذولي؟ والله ما ادري. اوه دحين فتح الباب سبحان الله. Someone saw fit to camp here it would seem. اجل والله شكله من جد لازم تقتلهم. لازم تقتلهم بعدين فتح الباب. والله كيف جد لهم جلد. ايش عندكم هنا؟ الدور من الاشياء الطيبة ذي. تداخشن. صار ثقيل جدا. والله شكله عدة التخييم دي برميها. This looks as if it would fetch a hefty sum. طب نخيم هنا. Deeper pockets make for shallower trouble. نخيم هنا. نصب مخيم. يو خلونا نخيم هنا يا جماعة الخير. يس. أعتقد طريقنا السيدة والله ماني متأكد. الحين ما أقدر يا جماعة الخير هنا. والله شوف الصحة تمام وكله تمام. ما اقدر يا جماعة الخير هنا مثلا يعني الاشياء اللي ما ابغاها. ما في مخزون هنا. افحص هنا وش يقول لي؟ هنا اذا تبغى بس تغير مهارات وكذا. ما تسوي طبخة يا جماعة الخير. يا اخي نسوي ذي قبل ما اللحمة عارف كيف تعفن. عارفين شكله اجمل يوم كان بشركة كابكون. اليوم ليش؟ نبغى نصور الاكل. نبغى نطبخ اكل ونبغى نصوره. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Good sleep is the key to a good adventure. متى تقدر تنام هنا ولا لا؟ والله ما أدري. خلاص رجال خلونا نكمل. نعم. ما عليكم حتى لو ثقيل ما عليكم. إن شاء الله عندك رب يا عارف كيف أبيع الأشياء اللي معايا. الحين خلونا نكمل طريقنا من هنا. والله كفو عارفين من يعني رحلة اللي إحنا فيها. ايوه تبغى تروح سيدة بس سيدة زي ما انت في لفة يمين. لا سيدة 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 ايوه سيدة بعدين في لفة يمين ما راح تضيعها ان شاء الله.
Over here. يلا خلونا نكمل يا اخوان اللعبة الجميلة ذي. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? اوكي اوكي ثاني مكان عندنا هنا. والله الطيف اتعب بسرعة انا، والله انا لسه يا جماعة تخيل زي ما اقول لكم قاعد اتعلم. صدقوا ان شاء الله تعلمته مو شيء تشوفه تبغى تاخذه. ان شاء الله قدامنا يعني كيف يعني راح يعني يكون افضل باذن الله باذن الله. الحين ثاني مكان قال لي لازم تروح للقائد برنارد، قال لي هنا. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. طوبة دي سيبها يا بطل. تبرميها علينا وجدت فيها تسوي ضرر كبير ترى. الحين قال لي هنا. وش يبغانا نسوي هنا؟ هذه حطمها. اوكي اوكي ذحين عرفنا انها تنفجر. ناخذ من الجرعة اللي ما شاء الله معي كثير. وين حطيم هذه؟ لا والله قل لي كف، في والله افتكرت. قل لي في كف لازم تدخله. Any ideas as to how we might reach it? فعنه؟ في كنز هنا، انت كيف طلعت هنا مجنون؟ يا جماعة تأخر هذا كيف طلع هنا ذا؟ treasure chest. حلو حلو. جيبوا لي يا ولد انا عني تعبت. حين. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase. والله والله الفريق فل صراحة معلش. فريق فل. صعبة والله اضحي بواحد فيهم. لو كان مداني اجيب واحد رابع عارفين ممكن كنت راح اجيبه ممكن. الحين والله نفسي اشيل اشياء اكثر يا جماعة بس ما اقدر. شوفي خلاص انا تقريبا ثقيل، اذا كنت ثقيل جدا خلاص زي كذا امشي. زي كذا تخيل. خلاص ما اقدر الحين هذا اخر شيء. ياخذ نحط الفانوس. خربت الدنيا الدنيا هذا فينه؟ حب يقفز كذا فجأة، لا خلوه خلوه عندي. يا سلام رميته عليه. عارفين الكف ذا اعتقد لازم زي ما تقولوا ايه؟ كذا ايه؟ خام النحاس، اوكي. Take this. It is something I found. I wanted you to have it. وش وجد ذا؟ والله ما ادري. عجبني عجبني قسما بالله جدا عجبني التفاعل حق البيدق اللي يجي معانا وكذا. كلهم مع بعض يتفاعلوا ويكلموا بعض. شوفوا كيف دوبه قاعد يكلم الثاني يقول له خذ عندك. خذ عندك الشيء اللي جبته ذا. شيء جميل قسما بالله. كذا صاروا كانهم اصحاب ذول اللي جمعتهم انا. طيب ليه ثواني انا غلطت غلط. سالفين بسيطة والله. حلو حلو كلنا وصلنا مستوى ثاني. دحين كان في شيء ورا. ليه معليش يا اخوانا والله انا لسه قاعد اتعلم على اللعبة. انا فين يعني؟ انا ماشي تمام. والله ما ادري يقول لي روح سيدة مو كان ورا في شيء اعتقد كان لازم اسويه. قولي روح هنا المنجم ذا. والله ما ادري اذا انا ماشي صح ولا لا. والله ما ادري اكون صريح معاكم. اخبطوني والله. اي والله هنا الشيء اللي ابغاه. كني قربت منه لو تشوفه بالخريطة الصغيرة. The flicker of a shadow. The gleam of an eye. The echo of a footfall. If we hone our senses, no foe shall escape us. Pray speak up should you notice aught amiss. اعتقد قاعد ارجع انا عشان ورا هنا اعتقد كان في شيء يا جماعة الخير كان في طريق اظن. هو يقول روح من هنا
سبليه ثواني من هنا ممكن في شيء جدا قريب. وهنا بس في آخر شيء. أوكي وهنا معلش والله معلش قاعد أتعلم يا جماعة أخي. هو في شيء بالمنجم ذا وشيء برة المنجم. أوكي معلش والله. أغاني الجليد. أنا عاد بالطريق مرة. أنا بالطريق والله يعني فين يعني ضيع بعض الأحيان. بعض الأحيان. يعني والله يعني بعض الأحيان خلونا نقول عندك الحين المنجم ذا لازم أسوي عنده شيء. أنا عشان لخبطتني العلامة الصفر اللي وراء هي اللي لخبطتني خلتني أرجع. واللي هو طريق صح من هنا. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Anyway, من هنا. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. واضح إن راح نواجه شيء كبير. We should be able to move this boulder with our combined might. هلا هذه بتطيح عليا. انتبه يا رجال مرة ما عجبتني الكرة دي. أوه لو طيحنا عليكم. ايوه ما راح اطيح عليا راح اطيح لك انت. ان شاء الله ما اطيح على التيم حقي. حلو حلو جت بذا ونهته. ولا في واحد ثاني الله يوفقكم. والله ما صوب الضرب كبير. تاني طلع لهم ذولي. بس ولي بيري ذا طيحني يا لطيف. والله قوية بحقي اقسم بالله. طيح مين يا معدوم؟ أبو نهايته. يمكن في واحد كمان هنا. حلو حلو نحن هم كلهم. كافو والله نحن هم كلهم. يعني خلونا نكمل. خلونا نكمل يا جماعة الخير. الحلقة الماضية واجهنا غول كبير كان رهيب والله. اوكي طريق الحين من هنا بس ما ادري كانه طريق مسدود. والله في فتحة من هنا. والله المنجم ذا يذكرني بالمناجم اللي بيلدر رينج كذا شوية يذكرني فيها عارفين. والله جدا يا جماعة آخر متحمس لإضافات إلدر رينج. كذا هروبان واضح في شيء جدا قوي هنا. والله الله يعطيك العافية. قتل مين ذا؟ اضرع اليمين. أهم شيء اضرع اليمين لحد يلمسه. كربيت ودام التعافي ويساعد جماعة الخير. إن شاء الله عندي وقت. الحمد لله. يا سلام والله تعودة البرق حقته جدا قوية. السماء بلا شيء جميل وبرد الكبد والله. That was impeccably timed, Arisen. طريقة كمان كذا اللي حيوا بعض فيها بعد كل قتال قسما بالله جميلة. يعني لا تكمل لك كنت خصص لك تحية عارفين يعني شيء جميل والله. كذا الاحتفالية مع مع البيادق اللي معك شيء جميل والله لو كان في شيء كذا. ما أدري إيش تطلع ذي قرون الرعب. صدقوا قاعد أخذ أشياء. بس الأشياء ذي يا جماعة الخير مية. It is broken, and with it our path forward. We'll have to find another route. Forgive me if I do not jump for joy. لازم طريق ثاني. It is done. سويت المطلوب. طهرت منجم تريفو من العفاريت. والله مرة كانت والله وكني يا جماعة الخير قسما بالله وكني
بالجنب الدرينج للمهمة دي شيء جميل قسما بالله. جبنا أشياء كثير إن شاء الله. الحين راح أروح البياع وبيع كل الأشياء دي. وقوي الدرع وقوي الأسلحة إن شاء الله. والله أعتقد تبغى تتبع ذا وهذه ودك الطريق الصحيح عشان أول. لا والله ما كان غلطان ظلمته صراحة ما كان غلطان أول. السلام عليكم صدوق هنا صراحة ما حد الصندوق اللي قاعد أخذها سيف مقبض طويل الله الله هل أقوى السيف ذا هذا إيش الباب ذا في شيء هنا والله آخر شيء أبغاني أضيع ها بروح بلي هنا هذا يقول لي هنا نصيحة والله يا جماعة تأخر أنا دائما أضيع خايف أروح بلي وأضيع بس خلوني أمشي شوية والله اللي هنا ما قتلته مش عندكم هنا أنت مش عندكم هنا إن شاء الله ما لخبط المهم والله ما ظنت في شيء هنا ها أنا ليش أبغى أروح من هنا هذا كان يقول لي من هنا تبغى تقول لي من هنا Look, master, a treasure chest. روح جيبه طيب. We shall have to find a way to reach it. أوكي واضح بس الصندوق. وفي واحد هنا. تمين. هذا واحد مسالم. Boy, you there. If you're fit to fight, give us a hand. Pray, lend us your aid. We're in your debt. Scatter the goblins. ساعدنا على هذه العفاريت. You've a strong arm. It was a simple patrolman. I don't know where we'd be if you hadn't come along. يخلي ساعدهم. كيف أقبل المهمة ذي؟ والله شوف عندكم صناديق كثير. خلنا نأخذ الصناديق الطيبة ذي. والله قاعد أخذ. والله والله شايف أول ما بدأت أهرج. إيش كنت بقول؟ كنت بقول قاعد أخذ وما أصير ثقيل. شوف الحين. أنت ما تكلمت. الحين لا أقدر أجري ولا أقدر أسوي شيء. طمع خويكم طمع يا جماعة آخر أنا لعبته هذي وهذا السيف اللي جبته بس ما أقدر أستخدمه مدري ليه الضرب مو عالي بس قوة الإسقاط أعلى شو أبغى أسوي أنا الأغراض شو أبغى شي والله ذي لو بعتها هتجيب لي شي طيب يس والله مدري والله مدري يا جماعة آخر خلوني ايش ابغى اشيل انا هذا استخدام لتحسين العتاد لا والله ذي اجرب ابغاها تخلص منه انا عندي منه كثير تخلص منه تعزيز العتاد والله جميل اجل ذا هذا يخل نعبيه تبهدر انه الفانوس لازم تعبيه ايش ابغى اشيل كمان والله لازم اشيل يا جماعه الخير هذا ايش يسوي الحجر ذا تحسين العتاد والله كل اشياء مهمه خلينا نشيل ذي تخلص منه هل دحين احنا تمام وصرت خفيف كذا ثقيل جدا صرت والله قريت اسمه خفيف ادري كل حقني انه انا خفيف أنا بجيت بالفير يا أخوان والله نفسي أرجع للمكان اللي كنت فيه يا جماعة الخير يو والله نفسي أرجع عشان ما أدري يعني ما يا أخوان شوف إننا نمشي بالقصة أكثر أفضل عارفين آخر شيء أبغى والله إني أضيع. بدأت إنه شايفين يعني قلنا ساعدتهم. قلنا ساعدتهم. بعد ما ساعدتهم مثلا أدوني صندوق. طبعا خلاص ما أقدر أشيل شيء شايفين؟ حمل جدا ثقيل اللي معاي خلاص على آخر شيء. إيش خلونا يا جماعة الخير ننجز المهمة ذي عندنا الهدف الثالث والأخير. هو قال لي قرية ومنجم وشيء ثالث والله ناسي شو هو.
كبير خلاص ما اقدر اخذ اي شيء تقريبا الا يمكن ثلاث اشياء بالكثير حلو حلوين بس ان شاء الله راح يعني الحبل راح اخليه اكثر باذن الله وناخذ الحبه كذا ايوه عجبني والله انه كمان لما تعالج نفسك من البدايه بسرعه شيء جميل والله احنا بالليل دحين والله طولنا بالمنجم نجم جا الليل والله والله هذه وحوش لا والله مو وحوش كلعب العيونهم كذا كثيرين طلع لا 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 الحشرات ذي فقط الخريطة الحين اخوان تبغى تروح يا عبد العزيز يا من هنا تبغى تروح يس عارفين شفتها كذا وعلى طول هربت عشان ما تعرض خدماتها علينا عارفين الحين يا جماعة تخلى الهدف الثالث والأخير من هنا والله لما كلفنا القائد بالثلاث المهمات دي يا جماعة تخلى لما القائد كلفنا بالمهمة دي والله قطعنا الذئاب فينهم لما كلفنا القائد بالمهمة دي ما توقعتها والله يعني كده طويلة يقتلوا اقتلوه يا ويلكم ما تقتلوه عني عارف كيف خلنا نكمل هنا لا من الطريق من هنا طريق من هنا يا حبيبي يا حسالة قسما بالله رهيبيني والله واحد يقول الطريق من هنا والثاني يقول احترم الماستر قسما بالله شيء اسطوري والله الحين شايفين يقول الطريق من هنا عارفين ما يفهم هو انا اللي افهم عارفين انا الماستر الطريق من هنا يا حبيبي لو ناخذ سيدة واول ما تشوف العلامة دي نبغى ناخذ يسار ايوه من هنا واول ما نجي عند العلامه نبغى ناخذ يسار سالة طيب اتعب بسرعه انا ممكن عشان الدرع كمان اي والله الدرع اللي معايا صحيح مظبطني من ناحيه الدفاع بس جدا ضعيف مو جدا ضعيف جدا ثقيل ايوه جدا ثقيل يا جماعه الخير materials such as this can be combined to craft things different combinations of materials result in different creations بس ان شاء الله المشكله دي راح احلها في الحلقه القادمه ان شاء الله الحين بس خلونا نروح للنقطه الاخيره دي تسوي المطلوب يو قلنا من هنا قوله قوله خشوا فيه يا لطيف يا حب تعافي شرط يا السلام قوله يخرب بيت ابو الحركة خلوه خلوه قسما بالله يسوي حركة رهيبة الغول الكبير ده شفته كيف قفز كذا والله مره كانت رهيبه مدري كيف تتسلق والله قاعد احاول اكثر من مره اتسلق مدري كيف والله نفسي اتسلق عليه كذا عارفين We can prevail!
وديله طعنة مع عينه. استخدم زي بتضيعه بالبداية بعدين سبتك تسلق عليه على فكرة توقع زي كده النظام. كله شوف الضرب اللي سواها خربته يا سوى الضرب كبير كافو خشوف ايه قوة بالجماعة يا رجال كلنا مع بعض ان شاء الله راح نقدر عليه. بالله كافة توصلنا فيه صل بالله يا جماعة خير القتال باللعبة دي اجمل شيء. والله شوفوا ذا كيف مسكه ايش بيسوي فيه كله يا لطيف اعتقد بقي لسه عداد كامل من الصحة بعد ذا عشان شايفين في نقطة لسه. شوف كيف خلاص دحين اللي قتلنا اتوقع الفيصل الاخير اصعب اتوقع والله ماني متاكد. والله ما مسكني بس اعتقد هم مسكني. اوه يا جماعه اخرهم واحد نساعده هذا هو اللي كان عارف اكثر واحد قاعد يقاتل وكذا. هذا الحين ساعدناه راح ذا لا ما تشرد يخرب بيتك حقوه بس ما بلا خسارة. والله كنا مسيطرين على القتال والله ما كنت تدري انه ممكن فجأة يهرب. والله كان القتال جميل قسما بالله خسارة. والله دوبي ادري يا جماعة اخر انه من الوحوش ممكن تهرب ان شاء الله راح نصيده. اعتقد النظام ده جايبينه من ماستر هانتر كان نظامها زي كذا انه ايش الوحش لازم تخليه يهرب تصيده. اعتقد كان اللعبة ذيك نظامها زي كذا. الحين نبغى ناخذ يسار ايه بس معلش خلينا نشوف الخريطة. الحين اي والله تبغى ترجع لورا دي بس قلت من هنا تبغى تاخذ عارفين نبغى نلف من هنا هنا قلت انا ليه معلش اتمنى تستحملوني يا دحين سيدة يا بطل يا بس سيدة خلاص راح توصل مكان اللي تبغاه. خلونا نروح يا جماعة الخير ولا نديهم يو تعالوا تعالوا معايا كذا. والله مرة نظام جميل صراحة نظام البيادق ذا يعني ساعدوك بشكل هائل بشكل جدا كبير قسما بالله. ها يا جماعة تخر الله يساعدوك بشكل جدا جدا كبير. بالبداية ما كنت فاهمه زين بس والله هو حدك بأي لعبة يعني تقرأ التعليمات وذا خلاص تفهم قسما بالله يا جماعة الخير. أنا عبالك أمزح معاكم لما أقول لكم إنه أنا من ذاك المعلم بس شايفين ما شاء الله مختم قديش ألعاب يعني والله ما أقول لكم ذا الشيء إنه وخروا عنه عبد العزيز المعلم بس عشان أقول لكم إنه هاي الألعاب دي أي حد ترى يقدر يختمها على فكرة ويفهمها. قرية هارف قرية البحر نسوي كذا يا اخوان. والله نظام السفر السريع الى الان ماني فاهمه زين. كيف بس ان شاء الله راح اعرف اكثر باذن الله. الحين نجلس يا جماعه الخير ونخلي الصباح يجي افضل. لعب الحلقة الماضية كانت تقول لي بدك تجلس تخلي الوقت يمر. والله ما ادري اللعبة مرة منظرها بالليل جميل قسما بالله.
الحين آخر مكان عندنا هنا. ما أدري صراحة ليش راح نواجه. Oh, you've come to a dangerous place. Scaly beasts make this their den. A small force ventured inside. Though I've seen neither hide nor hair of them since. Seems the battle is hard won. I'll not stop you if you wish to explore, but don't look for my aid if aught goes awry. أكيد نظامك. Good. كيف نظام؟ أصلا ما نحتاجك ولا نحتاج مساعدتك. في من البداية قال ما لي شغل. شوف في مدخل من هنا فير المدخل ذا أو من هنا. الله يستر ايش منتظرنا هنا. كف العاصفة. والله لما كذا ادخل الكهوف لا تلوموني والله مع الفانوس كمان على طول اتذكر الدرنج. There's a haze over my eyes. Can anyone hear me? We need help. فين ذا؟ ونساعده يا اخوان. I don't want to fall here. لعل بخيس. Damn blizzard. وانا اقول انت مسيح السحليات يا جماعه الخير. بسم الله ارجع لورا. خلو ركز على ذا. راح ياخذ اوكي لازم نتابع. يا سلام اقسم بالله شكرا اللي جمده. والله الحمد لله وقعت مع ذاك صدفه صراحه لقيته. كيف بالله جميل جمدهم لي. قال لي دوس يا ماستر شد حالك. جمدتهم لك كله عليك تلهيهم. شيء اسطوري قسما بالله. حلو حلو عندنا الاخير هنا. Apologies, Master, but I can't guide you there from our current location. شوف. قسما بالله شيء برد الكب. شيء مستحيل اطفش منه. سلام. ايش هو الشيء يا عبد العزيز اللي مستحيل تطفش منه؟ انه يا جماعة الخير كذا انا معايا كثيرين ونخش كلنا بالعدو. يعني العادة الألعاب العكس كثيرين يخشوا فيك أنت فأي مرة كذا وعارفين بأي لعبة العكس يصير أنا الكثرة معايا على طول أفرح صراحة عارفين ما مل من الشيء ذا عشان زي ما تعرفين أغلب الألعاب عبارة عن كذا أعداء كثير يخشوا فيك ما باللعبة دي العكس والله شيء جميل أنت كذا معك جيش والله خش بالكل الصدق ذا عارفك عندي المخزون ممتلئ والله. Let us examine what it has to offer. هي عندنا كم سحلية هنا. عندنا جماعة آخر كم سحلية هنا. ليكون عشان خلت أنا لما صممت الشخصية الحلقة الماضية خلت عمره 62 عارفين. الشيء ذا يأثر والله ما أعتقد يأثر. سلام البيري. صدفة البيري اللي دوبه. والله ما شاء الله لاحظتها صراحة وجميلة باللعبة دي. انه ما يقول لك العدو ذا مستوى مثلا 20 وانت مستواك 10 تعال بعدين. شيء جميل انه اي واحد تشوفه بدك تواجهه شيء اسطوري قسما بالله. You're not one of ours. Have you come to save us? شو القصة دي؟ ايوه احنا جينا هنا عشان نساعدك. Forgive me. I cannot seem to walk of my own accord just now. Would you aid me in reaching the entrance? قتل الجرود في قرية هارف. حيد حيد اعتقد لازم اتبعه. يو فير البطل ذا لازم اتبعه خليني مستعجل نفسي. يو بطل. هو لازم ايش؟ لازم اطلعه من هنا اوكي اوكي. خليني بس اخذ الصندوق ذا. ان شاء الله ما يخليني ثقيل. ماستر، you're moving at a snail's pace. You won't be able to defend yourself like that. طيب 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 فهمت والله فهمت. خلوني يا اخوان اجي عند الاغراض ابغى شيء واحد بس شيء واحد هذا يا صناعه السهام انا ما معي قوس اصلا والله لساتي كل حمل زاد ايش تبغى نشيل طيب ايش تبغى نشيل
للحماية نادر جدا. يا لطيف والله، كنت أبغى أرميه بس يقول لي نادر جدا. صبت أفعال ما أقدر أستخدمها. صار أعتقد لو بعتها يعني راح أبيعها بشيء طيب. والله لازم أشيل شيء يا جماعة الخير، تخلص منه. هل لسه الحمل زايد؟ ايش اللي جبتها؟ اي والله لازم يا جماعه تاخذ حسر. تمام انا داري والله بدك تجيبها وتبيع، بس شايفك ان شاء الله زي ما اقول لكم الحلقات القادمه ما راح نعاني من المشكله ذي باذن الله. انا والله زي ما اقول لكم لساتي والله قاعد اتعلم عن اللعبه. هل المخرج من هنا؟ ايوه شايف مخرج من هنا. اكل عليه، طلعوا من هنا الجندي ذا. أعتقد ده مخرج والله ماني متأكد ترى، بس كنا مخرج عارفين. أيوه إن شاء الله دحين يجي. أيوه قاعد يجي خلاص قرب. أول ذري شيلك والله ما أعتقد تقدر. أبيك نايم. السحلية كانت نايمة. والله اعتقد خاف من النار. شفت ترجع لورا كذا. حلو حلو الحقوني. والله بس بشوف هنا ايش فيه. بس بشوف هنا ايش فيه. هذا نفس دريع سبحان الله. والله ليتني ما اشتريته اجل. خليني بس بالها اشيل الاغراض. والله بس كنت ابغى اعرف ايش فيه. شايفين عندي اثنين. تخلص منه. والله ودور ذا. And ill-suited to combat. Let us conclude our business and be quit of this place. عارفين انه واضح كان بس في الصندوق. فهم عليش اخوان كان عبالي من هنا المخرج بس طلع لا مو من هنا. خلونا اجل نمشي من المكان اللي جينا منه. حلو حلو 1120 فجأة كذا وانا ماشي اخذتها. انا ما جيت من هنا. من هنا جيت. Let me get that. ايوه ايوه بروح من هنا. صح صح طريق من هنا. من يوم انه البطل ده فجأة طلع. هو الطريق كمان قول الا والله واضح طريقنا من هنا اجل. ايش بيسوي ذا؟ هذا ايش بيطلق؟ الحمد لله صديتها. كم بطلق عليه ذا السوم تصدقون؟ خلونا نركز على ذا قد بيموت خلاص. ساتر والله لازم انتبه بيطيحني. حلو حلو اخذت من جرعة العافية. تعالوا عندي هنا خليكم عندي هنا. والله البطل ذا مرة عاجبني يا جماعة الخير. ذا اللي كذا لونه ابيض في دائما معايا صراحة رهيب. من هنا من هنا يا رجال. Captain Brant will want to hear of this. Say no more, master. I know just where to find this person and will guide you there post haste. فالنظام البياس يا اخوان اللعبه قالت لي البيس اللي تلاقيه مو البياس ايش اسمهم هم البنادق. عارفين اللعبه كانت تقول البنادق المتجوله لما توقع مع واحد فيهم عارفين لما تخليه معاك. انا اقول توقع مع عارفك يستبله ولا هو لما تخليه يضم معاك وكذا ما يكون معاك على طول ومستواه ما يرتفع. شايف اذا بس اللي قاعد يزيد مستوى انا ودراع اليمين بس الوحيدين. هم ما يزيد عارف عشان هم رئيسيين. والله يا توم كانوا رئيسيين
صار في مهم رئيسي. احنا ذاك خلاص ساعدنا، اعتقد ساعدنا والله من شايفه. اللعبة تقول لي خلاص اطلع من هنا. الحمد لله طلعنا. You went in there to save my fellow soldiers. I underestimated you, friend. I shall send word of your deeds to the captain. You've done well this day. I thank you. We'll see to the rest of this mess. You need not trouble yourself further. احنا قولوا فعل يا حبيبي، قلنا راح نسوي الشيء ذا وسويناه. ما انت كنت خايف ووقفت هنا بس. الحمد لله يا جماعة الخير، رفيق قاعد استبله والله. كملنا المهمة يا رب لك الحمد والشكر. Hold, sir. هذا مين؟ I'd rethink pressing onward if I were you. The village is crawling with Saurians. Fjuran. Forgive me. I didn't mean to startle you. I used to call this place home, you see, in times more peaceful. You're the Arisen, are you? Well, that's something. We were hoping to reclaim our village, but it doesn't seem we'll have much luck. We fled when the dragon attacked some days past, thinking we'd return once the baleful thing was gone. Easier said than done, clearly. In our absence, a bask of Saurians have made our homes there. What are we to do? The guards not like to send soldiers all the way out here. Ah, but mayhap they needn't at all. You are the Arisen, aye? Could we trouble you to aid us in our hour of need? أكيد لا. Please, sir. Do something, anything about the Saurians infesting our village. أنا فكرة استبله والله. لا والله بساعد والله عليك هزيمة العضايات. But not for long if we have any say in the matter. Careful now. قصتهم ذا يا جماعة تخر قصتهم السحليات ذي اللي لنا. كيف يعني؟ زي 20 دقيقة قاعد نجلد فيهم. خذ قصد ذولي بس على السريع نسويها ليش لا بما انها على السريع. في كم سحلية هنا نقضي عليها ليش لا ونساعد اهل القرية. والله انت قاعد تسوي اشياء رهيبة قسما بالله الساحر ذا. Quickly, Arisen. You must regain your footing. Okay, so I'm طلوب. Shall we report back now? زبت العضايات. كيف أنا معاك؟ لازم أكلمه حول الوقت لطلع فيران. أيوة هذا هو فيران. Is the deed done, good Arisen? We shall all be able to return to our homes at last. I dare say we'll have this place livable again ere long. I cannot thank you enough. Long will you be if you happen to pass by. Do come visit us, won't you? I should like for you to see this place as 'twas afore the dragon's attack. For your sake, as well as ours, we'll do our utmost to see the village restored. هل أرجع لهم بعدين؟ عارف لما يبنوا القرية لقى عندهم يعني محلات بضاعة طيبة ها زي كذا النظام. أنا شفته كيف نرجع له بعدين عليك العودة ها؟ إلا والله عليك العودة لزيارة قرية هار بعد مرور بضعة أيام. السبب له شيء جدا جميل. It's no great shock to me. شيء جدا جميل والله. دحين اخبار خشف المهمة الجديدة اللي جاتنا اكيد ما راح نلعبها دحين. حان الوقت لابلاغ القائد برانيتر. بقول له برنات يا جماعة الخير والله ما ادري ايش اسمه. هذه عليك العودة لزيارة قرية ايوه بعد مرور وقت وكذا حنسويها ان شاء الله. ان شاء الله شيء جميل وقسم بالله اللعبة الى الان يا جماعة الخير 10 من 10 مرة عجبتني. عجبني الاستكشاف، عجبني الطريق اللي تضيع فيها بالخريطة، عجبني انه فجأة تلقى لك مقاتل قوي يخش معاك بالقتال. شيء جميل ان شاء الله حنوع. حشيل واحد فيهم الحلقة الماضية. عارفين ذراعي اليمين ما اعتقد اقدر اشيله، اتوقع راح يظل معي على طول. بس ما ادري والله ما ادري كلهم عجبيني قسما بالله. بس انا ابغى انوع في نفسي انوع صراحة. ان شاء الله راح ننوع باذن الله. فكذا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية حلقتنا دي. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. ان شاء الله راح نبلغ القائد برنارد باللي صار الحلقة القادمة. كذا وصلنا لنهاية حلقتنا الثانية. اتمنى اخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم. اتمنى الحلقة دي نالت اعجابكم ان شاء الله. اشوفكم في الحلقات القادمة في امان الله.